مساء الخير جميعا، اتمنى يكون الجميع بخير صحة وعافية. بتمنى اي حدا اذا جاب تليفون ما يحط عليه لانس بروتكتر نهائيا. لانس بروتكتر بتعمل مثل غباشي على الشمس وكمان بتقلل الريزولوشن تبعيتها. هلا اذا انت شخص ما بيهمك التصوير فعادي حط، احمي تليفونك انت حر. هلا في عندك الخيار الثاني بيجيب لك كفر اسمك شوي، بيجي مثلا من هون بتسكر، عرفتوا؟ بتسكر بيجي بتفتحها بتسكرها، بتحمي الكاميرا. هلا اذا انت شخص ما بيهمك مثل ما قلنا، انا خلص بصراحه اقبعه وشيلها لانه ابعناها. بس انا زمان بقول بدي اقبعها كل مره ما كنت اتجرأ من اول ما جبت التليفون. خلينا نجرب هلا كيف صارت كاميرته، ناخذ فكره بسيطه. وهلا ما حتلاحظوا هالفرق، هو وين مش بالضوء بالشمس ببين اكثر الفليرز وهالقصص. اشوف قدامكم هيدي ازاز، انا شيء منيح تكون ازاز يعني. ليش؟ لانه داخلها بس بلاستيك، شايفين؟ بنصحكم تجيبوا كفر سميك وحتى ما تأثر معكم. هو مغير كاميرته كمان على اساس ما اخذت الشيء اللي انا متوقعه صراحة، بس انه افضل لان الموضوع افضل افضل. مش حيفرق الارض للسماء، بس اذا انت بدك ريزوليوشن يعني بدك، عرفت، بدك القصه الكامله تطلع منها فريح حالك، شيلها من الاساس. بس اذا بتهمك خليك اولويه تحمل كاميرا شي بيرجع لك. بس في عندكم كاميرات كمان بيجوا فيها حاملين الكاميرا اساسا من دون ما